بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أيها المسلمون، أيتها المسلمات في شتى بقاع الأرض، رسالة ممهورة بالدموع والأحزان تنبعث إليكم من المسجد الأقصى المبارك، يخاطبكم ويقول لكم: أيها المسلمون، هل يرضيكم هذا الحال الذي أنا فيه؟ هل يرضيكم حال الذل والهوان الذي وصلت إليه؟ هل يرضيكم أنني أدنس في كل يوم؟ هل يرضيكم أنني أحرم من عمالي ومن أهلي في الوقت الذي يدنس ساحاتي في كل ساعة، مستوطنون يسعون لهدمي؟ أيها المسلمون، أنا آية في قرآنكم، أنا وصية نبيكم، أنا مصرى حبيبكم، أنا قبلتكم الأولى، فهل تراكم عرفتموني؟ أنا الأقصى أيها المسلمون، ألا تهتمون بأمري؟ ألست جديرا بأن ترفعوا مستوى اهتمامكم بي كما تهتمون بالمسجد الحرام وبالمسجد النبوي الشريف؟ هل تراكم نسيتم أنني قبلتكم الأولى؟ هل تراكم نسيتم أنني الثالث بعد الحرمين التي تشد إليها الرحال؟ واجبكم أيها المسلمون أن ترعوني رعاية خاصة فوق الرعاية التي تعطونها الآن للحرمين، لأنني تحت الاحتلال أسير، أعاني شدة ووطأة هذا الاحتلال الظالم. المؤامرة علي كبيرة، والخطر الذي يتهددني أعظم وأعظم. أيها المسلمون، علقوا صوري في بيوتكم، أظهروا كل معالمي، أظهروا مآذني وقبابي، علموا أولادكم وزوجاتكم وبناتكم، علموهم كما أنا عزيز عليكم، علموهم عن معالمي، علموهم أنهم أهلي وهم أصحاب الحق بي، وليس لأحد حتى في ذرة تراب أي حق مني. علموا أولادكم تاريخي ومكانتي، اجعلوهم يعشقونني ويتوقون للصلاة في جنباتي. مساحتي 144 دنم، لا تنقص ذرة واحدة. هذا أنا الأقصى، تلك أسواري، تلك مصاطب العلم فيه ومصلياتي. علموهم، حفظوهم، اجعلوا الأقصى، اجعلوني أنا الأقصى جزءا من شخصياتهم وجزءا من كيانهم وجزءا من آمالهم وطموحهم. اجعلوا في بيوتكم، في كل بيت من بيوت المسلمين، في كل بقعة من بقاع الأرض، اجعلوا حصالة باسمي أنا الأقصى، لدعمي ودعم قضيتي ودعم القدس التي تحتضنني، ودعم المقدسيين الذين يحيطون بي، ودعم المرابطين من المصلين الذين يحرسون ثغري. أيها المسلمون، حيث أجاز لكم علماؤكم في بلادكم زيارتي رغم الاحتلال، كثفوا من هذه الزيارات، فإن ذلك يثلج صدري ويسعد روحي ووجداني. وفي زيارتكم لي رسالتان مهمتان: الرسالة الأولى للاحتلال ومن يناصر مشروع الاحتلال، تقولون لهذا الاحتلال بزياراتكم لي أن للأقصى أهلون، وأن للأقصى أصحاب، وأن للأقصى من يدافعون عنه. والرسالة الثانية تبعثونها للمقدسيين وللمرابطين في الأقصى، أنكم معهم وأنكم ظهيرهم وسندهم، وأننا على موعد أن نلتقي في ساحة الأقصى إن شاء الله، أعزاء منصورين، مهللين مكبرين، والأقصى يحتضننا بطهره وقداسته، وما ذلك على الله بعزيز،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.